ساتر يا عيال يا ساتر. نزلنا مدني وقروشه. نزلنا مدري ما لها داعي. يا ساتر وش السيارة. يا ساتر يا ساتر الله يعوض رعيها. الدنيا هنا شوفوا يا ساتر. يا الله أثار خبر وفاة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ساز القحطانية ضجة كبيرة في السعودية والعالم العربي، ولكن سرعان ما تم نفي الخبر. وبعد انتشار الخبر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رد مسؤول صفحتها في فيسبوك على أحد المتابعين مؤكدا أن الخبر كاذب، وأن مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ساز القحطانية موجودة حاليا في مهرجان خارج السعودية. كما نشر أيضا هاشتاج عبر تويتر بعنوان ساز القحطاني حيا ترزق، مؤكدا أن صورة الجنازة وحادث السير التي يتم تداولها لست صحيحة، وهي لا تمت لساز القحطاني بأي صلة. ومنذ الإعلان عن وفاتها سيطر اسم مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ساز القحطاني على حديث الجمهور بعد صدمة وفاتها الأليمة بحادث سير مروع على طريق العروبة في المملكة العربية السعودية. ورغم أن الإعلان عن وفاة ساز القحطاني اقتصر على مشاهير مواقع تواصل سعوديين على غرار مشعل خلف وغيره، لكن لم يصدر أي تصريح رسمي من أحد مقربيها يحسم الأمر ويؤكد وفاة ساز القحطاني حتى الآن. في المقابل تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المعنية بأخبار المشاهير أن سبب وفاة السعودية ساز القحطاني هو حادث سير بطريق العروبة في المملكة العربية السعودية. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر مقطع فيديو تظهر فيه سيارة بعد تعرضها لحادث سير مروع وقد اشتعلت فيها النار تماما، وبدأ اسم ساز القحطاني يتصاعد في تويتر وسط تبادل للمعلومات حول وفاة المشهورة وأسبابها وملابسات ما حصل. وعقب تداول خبر الوفاة على نطاق واسع تذكر نشطاء فيديوهات مثيرة للجدل لساز القحطاني وتعرضت لهجوم حاد في بعض التعليقات رغم إعلان خبر وفاتها. في المقابل انتقد آخرون موجة الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها طالبين لها الرحمة والدعاء وعدم الشماتة في المتوفي. وفي المقابل أكد آخرون أن ساز القحطاني حي ترزق، حيث لم يخرج أحد من عائلة ساز القحطاني حتى الآن، ويؤكد خبر وفاة ساز حتى هذه اللحظة. واشتهرت ساز القحطاني بإثارة الجدل ونشر الفيديوهات الراقصة في الحفلات والأماكن العامة عبر حسابها في سناب شات، وتجد تفاعلات واسعة على تلك الفيديوهات. وعرف الجمهور ساز القحطاني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تيك توك الذي يتابعها فيه أكثر من مليون شخص، كما حصلت على أكثر من 10 مليون إعجاب. أما حسابها على سناب شات فيتابعها أكثر من 500 ألف متابع. وكانت ساز القحطاني تنشر مقاطع منوعة من فيديوهات راقصة في الحفلات والأماكن العامة ترقص أو تغني بستايل اللاب سينج، أي تحريك الشفاه على الأغنية كأنها هي من تغنيها، وعرفت بشخصيتها الجدالية. كما كانت تنشر آراءها وأيضا ستايلات كثيرة عبر تيك توك، حيث تشتهر ساز القحطاني بقصات الشعر الرجالية التي يطلق عليها في السعودية قصات البويا، وهي ستايل مشهور في المملكة ويقلده الكثير من الفتيات. ورغم معرفة الجمهور بالمحتوى الذي تقدمه المشهورة السعودية، لكن تفاصيل حياتها كانت مختلفة عن ظاهرها، حتى أن ساز القحطاني ليس اسمها الحقيقي بل هو اسم الشهرة، ولكنها تدعى سارة حمود القحطانية، جنوبية ولدت في مدينة الإحساء بالمملكة العربية السعودية في عام 2000،
وتبلغ من العمر 22 عام، ونقلت العديد من الصفحات المهتمة بالمشاهير على لسانها بأن ساز القحطاني عاشت طفولة صعبة جدا بعد أن انفصل والدها عن والدتها في عمر مبكر، وعاشت بعيدة عن والدتها وكانت في كنف والدها وزوجته الذين كانوا يعاملوها معاملة سيئة على حد قولها، وعانت من حالة نفسية صعبة بسبب ذلك، وتلقت العلاج النفسي بسبب مشكلاتها الأسرية، وحاولت ساز التغلب على الأزمات التي واجهتها في حياتها الشخصية، واستطاعت أن تصبح أقوى، وسافرت إلى والدتها للعيش معها. بعد تخرجها من المدرسة فتحسنت حياتها قليلا، وأصبح لها أصدقاء أكثر، وتمكنت من تحسين حياتها الاجتماعية بشكل ملحوظ. وعرف عن الشهيرة السعودية إنها محبة كثيرة لعالم الأنمي والمانجا اليابانية، وتنشر ذلك على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تنشر مقاطع فيديوهات عن أنميات مختلفة. ولعل أهم أسباب شهرتها إنها من عالم الأوتاكو، وهو الاسم الذي يطلق على محب الأنمي اليابانية حول العالم. وفي الأخير لا زالت هناك حالة كبيرة من الجدل حول وفاة ساز القحطانية، فهل توفيت بالفعل ساز القحطانية أم إنها حية ترزق كما يقول البعض؟ Thank you.